وشوفوا السير، سير الأنبياء وسير المرسلين، الناس اللي وقفت في دعوة ربنا، ربنا رفعهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. أقرأ السيرة وأقرأ التاريخ، ربنا بيرفع الزول البقيف في الدين قوي، والزول اللي بيشتغل الدعوة تمام. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وآتيناه الحكمة صبية. فعشان كده أرموا قدام واشتغلوا شغل نظيف، واعرف انه ما بيضرك شيء. والله الدنيا دي كلها لو اتلمت وانت زول حامل توحيد وزول بتدافع عن حق ربنا، والله ما يعمل لك حاجة. تتلم الدنيا دي كلها، في النهاية يجبنوا ويخافوا وربنا بينصرك. موسى ده عليه السلام لما كان صغير قبل ما يولد جاء الخبر لفرعون، قالوا لو حيولد ولد في بني إسرائيل وحيشيل ملكك ده، ها؟ بلغوه الكهنة والناس اللي عندهم العلم من الكتاب السابق. ففرعون قال بكتل أولاد بني إسرائيل ده كلهم عشان ما يجي الولد ياتو اللي بيمسك منه ملكه، قال بكتلهم، ها؟ يستحيي نساءهم، يعني المرأة يوم التلد أكان ولدت ولد ذكر بيقتلوه، وكان ولدت أنثى بخلوها، كويس؟ لحد ما كاد إنه يكمل بني إسرائيل. بعد ذاك ها قاموا قالوا له جماعته المعاو الأقباط، قالوا له كملت بني إسرائيل وتاني اللي بيخدمنا منه ما تكملون، أقتل سنة وخلي سنة، سنة أقتلهم وسنة خليهم، كويس؟ موسى عليه السلام عشان تعرف قدرة ربنا كيف، ولدوه في السنة اللي بيكتلوا فيها، ما اللي بيخلوا فيها، اللي بيكتل فيها ولدوا فيها موسى عليه السلام. وأول ما ولدوه الخبر جاء، كويس؟ شوف قدرة ربنا، عشان أنا دايرك تنجب واملى قلبك ده يا الله، والله ما بيجيك حاجة. موسى عليه السلام بعد ما ولد أمه خافت عليه، ربنا قال له ها أن اقذفيه في التابوت، دخليه في تابوت صغير فاقذفيه في اليم، ها ارمي في البحر. يا اخوان نزول خايف عليه، ربنا قال له ها ارمي في البحر ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتغطه منه قالوا فرعون، ما يمسكوا إلا فرعون، ما يشيلوا إلا فرعون ذاته. فالتغطه آل فرعون، ربنا قال ليكون لهم عدوا وحزنا، إنه ما دار إنه عدو، شالوه. أول ما دخلوا في بيت فرعون جوا الدفاع عنه طلع من جوا من بيت فرعون، وزوجة فرعون ذاته آسيا بنت مزاحم قالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه، عسى شنو أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ربنا قال وهم لا يشعرون. أتخيل معاي كتل أولاد بني إسرائيل شان يقتل موسى، يوم الموسى عليه السلام يولد يجي موسى بالبحر ويخش في بيت فرعون، وفرعون ما يقتله، مش ما يقتله بس، لسه جايك الخير، شوف الخير بيجي كيف، ها؟ مش ما يقتله بس، لسه فرعون موسى عليه السلام بقى ما بيرضع، وحرمنا عليه المراضع، بقى ما بيرضع، أي مرة يجيبه أنا ما بيرضع منه، وفرعون داري يربيه، أيوه، قالت لأخته قصيه، أمه بغادي رسلت أخته، قالت لي أمشي شوفي خبره شنو، قصيه، هتقصي خبره. فبصرت به عن جنوب، بقت تعاين بطرف كده، وهم محتارين انه الولد ده يرضع كيف، وزوجته قالت له ما تقتلوا ونربيه. أخته طوالي قامت أدتهم، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يعني بترضعوا ما أنا بترضعوا ليكم، وهم له ناصحون، بربوه كويس. قول له كويس خلاص قبلانين. بقت أمه تجي ترضع يومي في القصر بتاع فرعون،
وبدوها مرتب على كده. اولاد الناس التانيين كتلهم، فرعون كتلهم، لما جاء خذ الكلمه دي اشتغل مع الله وبلغ التوحيد وقدم دين الله زي ما ربنا داير، الحق والحق والباطل قول باطل والشرك قول شرك، ها، وادي الناس الدعوه الصافيه من القران والسنه، واعرف انه ما بضرك شيء. لو اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف.